خوتنا المغاربة أعضاء حزب المقاطعة والتواصل الاجتماعي، اليوم سيدي غادي نتكلموا على مدينة الدار البيضاء، المدينة اللي تزدت فيها. قالك سيدي هاد الأيامات حصلوا 16 سيارة ديال الإسعاف باقي جديد، ومخبينهم في واحد ديبو حدا لا جيروند، هادي عامين ومخبينهم تما. والبيضاوي تيموت في الكاميو في لي فارغوني ديال اللحم. المغاربة ما عندهمش سيارة اسعاف ناقصين ليهم في الدار البيضاء. وهاد المجلس البلدي هاد الشفارة من الوالي تا العامل تا العمدة تا الرئيس ديال المجلس والأعضاء ديالو والبرلمانيين كلهم شفارة. علاش مخبين لي زومبيلونس في الديبو هادي عامين؟ أنا نقول لكم علاش، بغيت تنسو فيهم الشعب وتبيعوهم صحابكم اللي عندهم مصحات بريفي. ها ها فاقوا بكم، ودابا من فاقوا بكم اش قلتوا لهم؟ غادي نوضو نديرو واحد الشركة تاع التنمية والتدبير، أو شركة باش يزيد واحد من الكسيدات ديال السبيطا خصك دير شركة. يا عباد الله باركهم الشفا وحشومو عليكم. هاد 16 سيارة إسعاف كانت تخلق لينا 32 منصب تاع الشوفورات، 32 منصب و32 منصب تاع لي باراميديك باش تقول لهم نتوما الفرمية، و 32 بلا طبيب، وزيد عليها شي 6 ديال لي ميكانيسيان في الديبو باش يصلحوهم ويقابلوهم مانتنونس. ها ونطو مخبينهم عامين، ماشي سيمانة ماشي شهر، ماشي عامين عباد الله. والدار البيضاء تتسوفر، ما كاينينش لي زومبيلونس سكو والو، كاينين غير دوك الطوموبيلات ديال نقل اللحوم مصبوغين دايرين فيهم الهلال ولا الكروا. باركهم الشفا. هي داك الوالد قلت لك ديك المره انت مشيتي ودرتي القسم عند صاحب الجلاله باش تخدم الدار البيضاء وتخدم المواطنين ديال الدار البيضاء، اش دير دابا؟ ساكت مخلين دوك الشفاره هذوك يديروا اللي بغاو. هذاك الاعضاء ديال العداله والتنميه هذوك المسلمين هذوك الكفار نعلت الله عليهم، هادوك ما في دهم شفارة، والحزب الاخر اللي معاهم في الدار البيضاء ديال العصره والمناصره والمنصره
حتى هما هاك بن الشماش ما فيهم والو، خرجوا على الحسيمه، خرجوا على الناظور، وبخلينهم دخلينهم في الدار البيضاء، ما عندنا ما نديروا بيهم. هي ناكلوا بها. وفق سيدي وشوف اش عمل هاد لونكيت، علاش السيارات ديال الاسعاف باقي جداد تسوى الملايير ومخبينهم في ديبو حدا لا جيرون عامين ومخبين تما، وملي فاقوا بكم الناس قلت لهم كاع نديروا شركه تنميه وتدبير وتزبب. باراكم الشفره. وهذه الايام هذه في الصيف خليتو تجاو التوريس بديت تحفر في الشنطيات في وسط الصيف، وعاد درتو شركه ديال التدبير باش يعملوا الكابينه ديال الخرا فين يخراو الناس. قلت لهم غديروا 100 كابينه، و100 كابينه فين هي؟ وشحال شحال غتخلقوا لي من المناصب اللي غادي يقابلوا الكابينات؟ باركهم لتقولي، باركهم لتقولي، وباركهم اللي كلو غادي البغرير، وفهمتي؟ تفو عليكم، نعم الله عليكم. إخوان أعضاء الحزب المقاطعة والتواصل الاجتماعي، شكرا ومع السلامة.